تفاعلا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بأن يكون عام 2016 عاما للقراءة، ومع سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تضمين القراءة ضمن خططها واستراتيجيتها. أطلقت منطقة الشارقة الطبية بالتعاون مع ثقافة بلا حدود اليوم مبادرة القراءة نبض في المستشفيات وعدد من المراكز الصحية التابعة لمنطقة الشارقة الطبية، وذلك بحضور محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية. وتضمنت الفعالية التي انطلقت من مستشفى القاسمي توفير مكتبات وتوزيع كتب لجميع الفئات العمرية من المرضى والمراجعين لتشجيعهم على القراءة، كما تضمنت الفعالية استضافة حكواتي لزيارة الأقسام الداخلية لقراءة القصص وكتب الأطفال لجذب الأطفال وتعويده على القراءة باعتبارها مصدر الابتكار وملهمات الإبداع.